السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا طلبة الصف الخامس الابتدائي؟ النهاردة ان شاء الله هنبدأ في الدرس الثاني في الوحدة الثانية لمادة العلوم الإخراج في الإنسان. الإخراج في الإنسان، احنا عارفين ان جسمك محتاج طاقة. طب جسمك بيحصل على الطاقة اللي هو محتاجها من خلال ايه؟ من خلال احتراق الغذاء في وجود غاز الأكسجين داخل خلايا الجسم. نتيجة احتراق الغذاء في وجود الأكسجين بينتج عن كده فضلات، أو بينتج عنها مواد إخراجية. المواد الإخراجية دي مواد ضارة بتنتج إمتى؟ نتيجة هدم أو احتراق المواد الغذائية داخل خلايا الجسم. يبقى المواد الإخراجية دي مواد ضارة بالجسم، لازم جسمك يتخلص منها. طب جسمك بيتخلص من المواد الإخراجية عن طريق مين؟ عن طريق جهاز اسمه الجهاز الإخراجي. يبقى ايه هو الجهاز الإخراجي؟ الجهاز الإخراجي دي مجموعة من الأعضاء، وظيفته ايه؟ بيخلص الجسم من الفضلات الناتجة عن هدم المواد الغذائية داخل خلايا. تاني، الجهاز الإخراجي هو ايه؟ مجموعة من الأعضاء التي تخلص الجسم من الفضلات الناتجة عن هدم المواد الغذائية داخل الخلايا. طب ازاي ده بيحصل؟ ان الجهاز الإخراجي بيعمل عملية اسمها عملية الإخراج. عملية الإخراج ديت هي العملية اللي بيتم فيها ان الجسم يتخلص من الفضلات او المواد الإخراجية. طيب في فرق بين المواد الإخراجية والفضلات الصلبة. الفضلات الصلبة اللي هي البراز، لازم نعرف حاجة، ان الفضلات الصلبة دي او البراز مش مواد إخراجية، لا يعتبر من المواد الإخراجية. ليه؟ لان الفضلات الصلبة او البراز عبارة عن بقايا طعام، بقايا اكل ما حصلهاش هضم او امتصاص. طب بيحصل لها ايه؟ البراز ده او البقايا الاكل ده بتتخزن في الامعاء الغليظة لغاية لما يتم التخلص منها من الجسم. طيب المواد الإخراجية زي ايه؟ المواد الإخراجية ممكن تكون غاز ثاني اكسيد الكربون، بخار المية، حاجة كمان اسمها الفضلات النيتروجينية. الفضلات النيتروجينية اللي هي البولين وحمض البوليك. طيب احنا لسه قايلين نتيجة احتراق الغذاء بينتج عن كده مواد اخراجية. المواد الاخراجية دي الدم بيحملها بيوصلها لاعضاء الاخراج. طب ايه هم اعضاء الاخراج؟ اعضاء الاخراج تلات، ايه هم؟ الرئتان، الجلد، جهاز البولي. اعضاء الاخراج هما الرئتان، الجلد، الجهاز البولي. الرئتان بتخلص الجسم من غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار المية عن طريق هواء الزفير اللي بيطلع. تاني، الرئتان بتخلص الجسم من ايه؟ من هواء الزفير. بيتخلص الجسم من ثاني اكسيد الكربون وبخار المية عن طريق هواء الزفير. طب الجلد؟ الجلد بيخلص الجسم من الاملاح الزائدة اللي بتطرح في صورة عرق عن طريق ايه؟ غدد موجودة تحت الجلد اسمها الغدد العرقية. الجهاز البولي، الجهاز البولي هو المسؤول انه يخلص الجسم من الفضلات او المواد الاخراجية النيتروجينية اللي هي البولينة وحمض البوليك. تاني مع بعض كده، احنا لسه قايلين ان اعضاء الاخراج تلاتة، الرئتان، الجلد، الجهاز البولي. وظيفة كل واحدة، اول حاجة الرئتان بتخلص الجسم من ايه؟ من غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار المية عن طريق مين؟ هواء الزفير. طب الجلد بيخلص الجسم من الماء الزائد والاملاح الزائدة اللي هي العرق عن طريق غدد موجودة تحت الجلد اسمها الغدد العرقية. طيب الجهاز البولي، الجهاز البولي هو المسؤول انه بيخلص الجسم من المواد الاخراجية النيتروجينية. دلوقتي هنتكلم عن الجهاز البولي وتركيب الجهاز البولي. اول حاجة ان اللي احنا قايلين وظيفة الجهاز البولي انه بيخلص الجسم او بيخلص جسم الانسان من المواد الاخراجية النيتروجينية. طب ايه هي المواد الاخراجية النيتروجينية؟ المواد الاخراجية النيتروجينية بتنتج عن تكسير البروتينات اللي الجسم بتحتاجها في النمو وتعويض الخلايا التاليفة. تاني، ايه هي الفضلات النيتروجينية؟ الفضلات النيتروجينية اللي هي البول، اللي هو البولين وحمض البوليك. مالها؟ بتطلع امتى؟ بتطلع نتيجة تكسير البروتينات اللي الجسم بيحتاجها في النمو وتعويض الخلايا التاليفة. طيب الجهاز البولي بيتكون من كام حاجة؟ بيتكون من ثلاث حاجات، ايه هما؟ الكليتان، الحالبان، المثانة البولية. تاني، الجهاز البولي بيتكون من ايه؟ ثلاث حاجات، كليتين، الحالبين، المثانة البولية. هندرس حاجة حاجة ونعرف وظيفة كل حاجة. اول حاجة الكليتان، ايه وظيفة الكليتان؟ اول حاجة لازم نعرفهم ان الكليتان دي العضوان الاساسيات اللي موجودين في الجهاز البولي. طب وظيفة الكليتين هي اللي بتنقي الدم، بترشح الدم من الفضلات النيتروجينية عن طريق الانابيب الدقيقة اللي متوصلة او موجودة في كل كلية. كل كلية تقريبا بتحتوي على مليون انبوبة. وظيفة الانابيب ديت اللي هي بتنقي الدم من الفضلات النيتروجينية. يبقى وظيفة الكلية عامة تنقية الدم من الفضلات النيتروجينية.
طيب الحالبين، الحالبين اللي هو ده وده، وظيفة الحالبين ان هما بينقلوا البول من الكليتين يودوه للمثانة البولية. وظيفة الحالبين نقل البول من الكليتين الى المثانة البولية. طب المثانة البولية بتعمل ايه؟ بيتم في المثانة البولية تخزين البول لغاية لما يتم طرده خارج الجسم. يبقى احنا قلنا الجهاز البولي بيكون من 3 حاجات: الكليتين، الحالبين، المثانة البولية. وظيفة كل واحدة، الكليتين تنقية الدم من الفضلات النيتروجينية. طب الحالبين نقل البول او نقل الفضلات النيتروجينية من الكليتين للمثانة البولية. المثانة البولية وظيفتها بيتم فيها تخزين البول، كيس عضلي كده بيتم فيه تخزين البول لغاية لما يتم طرده خارج الجسم. طيب متوصل برضو بالجهاز البولي شريان ووريد. ايه وظيفة الشريان والوريد؟ الشريان بينقل الدم غير النقي. يعني ايه الدم غير النقي؟ يعني الدم اللي محمل بالفضلات النيتروجينيه بينقله من خلايا الجسم يوديه للكليتين. تاني، الشريان بينقل مين؟ دم غير نقي، يعني دم محمل بفضلات نيتروجينيه، بينقله من مين لمين؟ من خلايا الجسم للكليتين. طيب الوريد، الوريد بينقل الدم النقي، الدم النظيف اللي خالي من الفضلات النيتروجينيه، من الكليتين للقلب. يبقى التاني مع بعض، الشريان نقل الدم غير النقي من خلايا الجسم الى الكليتين، الوريد نقل الدم النقي من الكليتين الى القلب. احنا لسه قايلين عشان يتم التخلص من الاملاح الزائده ده بيحصل عن طريق مين؟ عن طريق الجلد، عن طريق غدد موجوده تحت الجلد اسمها الغدد العرقيه. دلوقتي انا عايز اعرف ازاي اقدر احافظ على صحه الجهاز الاخراجي بتاعي. اول حاجه عشان اقدر احافظ على صحه الكليتين، اول حاجه اعمل ايه؟ اشرب ميه كتير، اشرب ميه بكميات كافيه. تاني حاجه اكل وجبات غذائيه متوازنه. يعني ايه وجبات غذائيه متوازنه؟ يعني ما فيهاش ملح كتير، ما فيهاش بهارات كتير، مليانه بالعناصر الغذائيه المفيده لجسمي. تالت حاجه عشان اقدر احافظ برضو على الكليه، ان انا ما احتفظش بالبول فترات زمنيه طويله، لان ده بيأثر على وظيفه الكليه بتاعتي. طيب انا ازاي اقدر احافظ على المثانه البوليه بتاعتي، على صحه المثانه البوليه بتاعتي؟ اتجنب الاسباب اللي تؤدي باصابه بعض الامراض زي مرض البلهارسي، لان الامراض دي بتدمر الشعيرات الدمويه اللي موجوده بالمثانه البوليه. طيب ازاي برضو اقدر احافظ على صحه الجلد بتاعي؟ اللي انا اهتم بالاغتسال والاستحمام يوميا. يبقى عشان اقدر احافظ على الجهاز الاخراجي لازم احافظ على 3 حاجات دول: المثانه البوليه، الجلد، والكليتين. طب ازاي اقدر احافظ على الكليتين؟ اشرب ميه كتير، اكل وجبات غذائيه متوازنه، ما احتفظش بالبول لفترات زمنيه طويله. طيب ازاي اقدر احافظ على المثانه البوليه بتاعتي؟ اتجنب الاسباب اللي تؤدي بالاصابه بعض الامراض زي مرض البلهارسي. طب ليه؟ لان الامراض دي بتدمر الشعيرات الدمويه اللي موجوده بالمثانه البوليه. طب ازاي اقدر احافظ على الجلد؟ لان اهتم بالاغتسال والاستحمام يوميا.